فهاد العشبة باش نعطيكم فكرة انتم مستمعين، هاد العشبة تيقول أستاذ جمال والدكتور جمال عشبة معجزة، ثمنها رخيص ما تتعدى شيء درهم، موجودة في المغرب كله، موجودة في كل دار، ثمنها اقتصادي والمذاق ديالها بنين. فدكتور جمال اشتهر لك نبوح بالاسم ديالها ولا لا؟ صبري واحد شوية، صبري واحد شوية. ياك قلتي لأن هي معروفة ومشهورة ولكن مهمولة في مجال استعمال التداوي بالأعشاب، للأسف في المغاربة ما تعرفوش شي القيمة ديال هذه الأعشاب هذه ديالنا ديال اليوم. ياك أعشاب معجزة، أسرارها كثيرة وهي موجودة كيف ما قلنا، والدواء راه بين يدينا غير احنا ما تنعرفوه شي. فعلى بركة الله نبداو دكتور. بسم الله. يلا. هاد العشبة من لافامي دي زومبيليفير، هي أكلة ودواء في خطرة واحد في نفس الوقت، نفس الوقت بحال مثل التومة، البصلة، خيزو، البورو أو البوارو. دونك من أثمن وأكرم المأكولات اللي وضعها الخالق في الطبيعة. إيه علاش؟ لأن أمال الصحة تستعمل هاد العشبة بأكمالها، الجذور والزرعة ديالها أهم المكونات اللي كاين فيها واللي معروفة فيها. كاين واحد لو سوبسونس لابيول، تسمى لابيول، سي ان برينسيپ استروجين. دونك فيها الفيتامين ا، الفيتامين بي، حامض الفوليك، الفيتامين سي، الحديد، الكالسيوم، الفوسفور، المانيزيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، اليود، المنغنيز، الكبريت، الكلوروفيل، وروح نباتي. هاد العشبه اربعه الخطرات غنى بالفيتامين سي من الليمون. من الليمون ومن الكرم باربعه الخطرات في فيتامين سي. وانتم كتفكروا مستمعينا شنو في نظركم هذه العشبه تقدر تكون؟ ومرتان جوج خطرات غنى من الحب برشاد. ايه هاد العشبه تستعملاش اولا ضد فقر الدم. فقر الدم، الناس اللي عندهم فقر الدم ممتازه لهم. صالحه النمو والعدم توازن الاكل، الناس اللي ما تاكلوش مزيان اللي هذا الو هادي تتقاد ليهم كاع الماكله ديالهم، تعطيهم الاملاح المعدنيه والفيتامينات اللي ناقصين لهم كل شيء. وفاتحه للشهيه الناس اللي ما كياكلوش، ما فاتحه للشهيه. ضد العياء، العياء التام. ضعف الاعضاء الداخليه باكملها، قله شهيه الاكل. ضد الغازات المعدية والمعوية، الغازات اللي كاين في المعدة واللي كاين في المصران. ضد التقرحات المعوية اللي ديال المصارن والتعفنات بأكملها فين ما بغا تكون. ضد السخانة الباردة والسخونة. إيه. ضد آلام الدورة الشهرية، الوجع والصداع ديال العيالة ديال إيريك. سمعتيني. ضد الروماتيزم، ضد لاغوت، هي أمان ديال المرارة، اختصاص للتوترات العصبية لي بارازيت انتيسينو. دونك وتتستعمل بزاف في السرطان. استعمال ديالها الخارجي، اختصاص للسيلان المهبلي، دونك لي بيرت بلونش اللي تيكونوا على العيالات. ايه. الجرح، الصداع، تنقيه العينين، اللي لاسع الحشرات، وضد النمش اللي ولا النمس اللي عندو لي بوان دروسو. دونك قوليها اليوم هاد العشبات نقولها. وشوقنا وشوقتينا دكتور معاك هاد العشبات السحريه والمعجزه فعلا. فعندك الحق، ثمنها راه بسيط وموجوده في كل مطبخ وفي كل كوزينه. ياك وكتحضر في كل ماكله وشرموله. نقول بصح ونزار دابا كان قدامه كنت تسولو بغا يقول غير بدرهم بدرهم. هاد القبيطه هذه هي عشبه المعدنوس، وهي اخر هاد اخر هضره هضر نزار على الربيع. ياك هضر على المراه على الربيع. ايوا المعدنوس راه هي عشبتنا ديال اليوم عليها باش كنتكلموا. هاد الاسرار كلها راه موجوده فقط في القبيطه ديال المعدنوس اللي ما كتجاوبش حتى الثمن ديالها دريم واحد دكتور جمال. ياك اذا غنعاود لهم بالزربه دواعي الاستعمال لاش تصلح. ايوا قلنا ضد فقر الدم، صالح النمو والعدم توازن الاكل، ضد العيا، ضد ضعف الاعضاء الداخليه كلها، قله الشهيه، الغازات المعديه والمعويه، ضد التقرحات المعويه ديال المصارن، ضد التعفنات فين ما بغاو يكونوا، ضد السخانه البارده والسخونه، ضد الام الدوره الشهريه، ضد الروماتيزم، ضد لاغوت، امال المراره، اختصاص التوترات العصبيه. وتتستعمل بزاف السرطانات. اشنا هي المعدنوس؟ شحال تيسوى هذا المعدنوس؟ درهم. درهم. غير نقول باش نوضحوا دكتور جمال شكون هما الاشخاص اللي كيستافدوا من هذا المعدنوس؟ فوالا الوغ نكملوا الزربه وانا غنقول حتى كيفيه الاستعمال والناس اللي غياخذوا. ايه واخا قلنا الاستعمال الخارجي ديالها صالحه لاش لي بيرت بلونش، السيلان المهبالي، صالحه للجرح، صالحه للصداع، صالحة لتنقية العينين، راه تدار تقطع وتعصر ويداروا ينقوت ولا دو قوت نقطة ولا جوج في العينين. اللي قرصوا الحشرات راه صالحة،
والتجميل ضد النمش، النمش او النمس اللي هما لي بوين دو روسور. دونك كيفيه الاستعمال، غنشدو نغليو 50 غرام من الحبوب الزريعه لا سيمونس. الزريعه ماشي العيدان والوريقات، الجدوره، الجدوره ولا الزريعه. واخا دونك الجدوره فعالين بواحد الدرجه كبيره. غنغليو غنغليوها مده 5 دقائق في 1 لتر من الماء. دونك غناخذوا 50 غرام فيترو ديال الماء، نغليوها 5 دقائق ديال الزريعه ولا ديال الجدوره ديال المعدنوس. إيه. غنخليوها تخمر واحد مده 15 دقيقه. نشربوا كاس قبل الغداء وقبل العشاء، صالحه لاش ضد الروماتيزم. اللي عنده نقصان كميه البول. ايه عاد صالحه ليه، صالحه ليه بزاف. الحجر في الكلاوي يعني كتصفي البوله ديالك، كتحيد الناس. كاين بعض الناس تنحصروا البول، نحصر تتصفيهم. هذاك ضد الحجر في الكلاوي وضد الباليوديزم، ضد الحناش في الامعاء لي زوكسيور. نطبخوا 50 غرام لزريعه المعدنوس و50 غرام لزريعه الكرافس في دونك سمعوا 50 غرام لزريعه المعدنوس و50 غرام لزريعه الكرافس فيترو واحد ديال الماء يتصفى، نشربوا كاس قبل الفطور واحد. هدف بالنسبه للحناش اللي كاينين اللي عندهم الدويدات اللي تاكلوا هذا، هادو كلهم لي بارازيت داكشي تعتقدها. تنستعملوا بعض حالات الاسهال. غنطبخوا مثال بسيط، غناخذوا نطبخوا مده 20 دقيقه على نار هادئه 50 غرام من الجدوره ديال المعدنوس، حفنه وحده ديال العدس، حفنه ديال الروز في ترونس ديال الماء. اييه هذا نشربوا كاس قبل الفطور الغداء العشاء، تيساعدنا بزاف الاسهال. حنا كنا المغاربه تنعرفوا غير تقول عندي الوجع ولا عندي لا دياري طايحه عندي الاسهال، تيقول لك خذ زريعه المعدنوس. أيه. في البلاصه. بيان سور المعدنوس راه إلي بوليفالون، سي تان دو بوان دوفيلاسيون ريغولاتور هرمونال، ميزان الهرمونات يخلق الماء بيض. المعدنوس يساعد بزاف في القدرة على الرغبة على قطع شرب الكحول. شحال من خطرة تيطرح لي هذا السؤال. أيه. المعدنوس تيساعدنا باش يعطينا ديك الرغبة لا بغينا نقطعوا الشراب الناس اللي تيشربوا. دونك المعدنوس مهم، المعدنوس والكرومة فيهم هذه الخاصية. دونك مثال بسيط، غناخذوا 1 لتر من الماء، نغليوه حتى الغليان، نخويوه على 50 غرام من المعدنوس، ندير واحد شويه واحد الغرام ديال القشور ديال البامبلوموس ديال الليمون، حتى تبخر الماء بالنصف، يبقى النصف نكون دايرين مركز. واخا دكتور جمال اسمح لي، لان كيف ما قلتي هذه العشبه راها معجزه فيها اسرار كثير، وطريقه استعمالها صالحه لكل افراد الاسره، ثمن ديالها اقتصادي وراه موجوده في كل مطبخ وكل كوزينه ياك. واخا لا خدينا مثال بسيط، الورق ديال المعدنوس هرمشناهم قطعناهم صغار، لا حطيناهم على الجرح، تيقضيو على الجراثيم، تيلحموا هذا الجرح. بيان سور قلنا قبيله ضد لسعات الحشرات كيف ما بغى يكون. دونك لا حطينا هاد المعدنوس وباقي فريه، هو غدا العشبه غدا دونك فريه، يكون باقي فري. لا خدينا حطيناهم على الثديين، مثال بسيط تيجفوا حليب ديال المراه اللي تترضع. عندنا الا خدينا 4 كاس من العصير العشبه وهي دائما فريش غدا قبل الفطور قبل الغدا قبل العشاء، ضد تجمع السوائل لا روتونسيون دو، ضد لي زودام، ضد السخانه، ضد فقدان القوه والضعف الاعضاء باكملها، ضد اوجاع الدوره الشهريه. اذا اش غناخذوا؟ غنقطعوا القزبر والمعدنوس نصفيه وناخذوا 4 كويس بالوريقه ديالو بالعويده ديالو كلشي ليه كلشي هذاك قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء. اييه يستحسن باش يتخاذ الدواء يعني قبل الدوره الشهريه ولا اثناء الدوره؟ لا دابا اللي عندها الوجع ياك، يعني تاخذوا قبل، تاخذوا واحد 5 ايام ولا 6 ايام قبل باش يعطيها مفعول باش ما يجي لا وجع لا صداع لا حتى حاجه. واحد التحذير، اخذ او اكل او شرب المعدنوس بمقادير عاليه راه ماشي خالي من الضرر، راه يقدر يؤدي لصداع الراس او الشقيقه ولا السكر مع لي كونفولسيون. مع اذا ما خصناش نتجاوزوا القياس المعقول اللي حنا كنقولوا عليه، ناخذوا غير شويه راه فيه منفعه كبيره، لفتنا واحد القدره تيرجع دار السيده اللي كتلي الحمل مثلا. دائما شوف دائما اللي حامله ما تاخذ والو، تاخذ انا من الحوايج غير اللي ضد التشنجات ديال الوالده والدخيل والمعده وداك الشيء. اذا تفادى هادشي كله انا تنصح خذوا غير 4 معالق صغيره ديال الكمون في الصباح وفي العشيه. واخا الاشخاص اللي عندهم طونسيون عندهم الضغط
ياخذوه ما عندهم حتى مشكل. ما عندهم حتى مشكل. الاطفال الصغار اقل مثلا من 10 سنين ياخذوه سون بروبليم، راه ياخذوه يوميا في ماكلتنا. واخا ناخذوه كما قلنا على طرق مختلفه، يا اما ناكلوه هكاك صاين خضر طري في شليضه ولا في شي حوجه. احسن حاجه هو خضر دائما ياك، او ناخذوه على شكل وصيو اذا كنا غادي نشربوه الصباح وبالغدا وبالعشاء. يقدروا يحليوه بالعسل، يقدروا يدخلوه في العصير، يدخلوه فاش ما بغاو. تحت وصبناها يديروا صوبه وتا الاخر لا صوب يقطعوه يعصروه ويزيدوه في لا صوب، ها هما ما طيبوه ما حتى حاجه ولا صوب راه بنينه اصلا. عطيك الخير دكتور جمال، اسرار فعلا ومعجزات لهاد العشبه ديال اليوم. حنا معك في الجزء الاول كنخصو نعم كنخصو كيف ما تنقولوا كنعطيو افكار عن انواع مختلفه ديال الاعشاب اللي كنهملوها ولكن راه فيها العجب الفيتامينات والاملاح المعدنيه راه خرج للعقل.